وظيفتي هي تسجيل الأهداف، ما لا يجعل تحقيقها مناسبة للاحتفال المبالغ. لما البوسطجي بيوصل جواب لصاحبه بيحتفل بالصورة دي، بيشوف ماريو باروتيلي مهام مركزه كمهاجم في كرة القدم. جملة لا تتناسب تماماً مع المشهد. يوم 28 يونيو 2012 ماريو سجل ثنائية لإيطاليا في شباك ألمانيا، والمناسبة كانت نص نهائي يورو 2012. سجل بثبات، وفي لحظة ثبتت فيها إيد مانويل نوير في الهواء لفوق كأنه بيلوح بالاستسلام، كان بالوتيلي بيخلع قميصه وبيظهر عروق النفرة، بيوضح ثبات عضلاته والعرق بيبرز قوتهم، ونظراته موجهة مباشرة للكاميرات في إشارة لي أنا أهو، أنا الأسمر اللي هرب أهله من مسؤوليات تربيته، كبرت وبقيت الشخص الأهم في إيطاليا أو في أوروبا كلها، والاحتفال التاريخي مش مجرد صدفة. بالوتيلي رجل ناقم على المجتمع، مجتمع فرض على أبويه المهاجرين يسيبوه وهو عنده 3 سنين لأنهم مش هيقدروا يتحملوا تكاليف علاجه، فكان مصيره إنه تربى مع أبوين إيطاليين يقدروا يربوه، ولأنه اتولد ناقم بطبعه ما كانش شايف ترك والديه ليه مبرر، فرفض التعامل معاهم لأنهم سابوه. بالوتيلي اللي كبر وبقى لاعب كورة، يعني من مشاهير المجتمع، ما سلمش برضه من ضربات مجتمعه في كل مرة اضطر يخرج فيها عن أعصابه في وقوفه ضد هجمات الجماهير العنصرية عليه، نفس اللي هاجموه بعنصرية اشتركوا معاه في احتفاله بهدفه في نوير، لحظة مرت فيها قصاد عينه كل حياته وشافها تكليل لشقاء السنين واعتراف إجباري من اللي هاجموه بأنه صاحب الفضل عليهم في سعادته، فكانت صرخة في وجه جمهوره قبل ما تبقى في وجه خصمه، لحظة تستحق استثناء من طبعه الهادي في احتفاله لأنها أسعد يوم في حياتي زي ما يقول.